رح نحكي اليوم عن مرض كتير مهم، هو مرض ارتفاع الضغط بشريين الرئة. هالمرض كتير مهم، امتين منفكر فيه؟ لما الشخص بيجي عنده مشاكل بالنفس، خاصة ضيقة نفس، أو عم بيعمل غيبوبة على المجهود، وبينعملوا الفحوصات الروتينية تبع القلب وتبع الرواية وما بيبين فيهم شيء. هالشخص عادة بيكون صغير بالعمر، 30 40 45 سنة، وعم بيعمل ضيقة نفس. هالضيقة النفس عم تخلي له حياته تتأثر بشكل كتير كتير مهم. لما منفكر بهيدا المرض، أكيد هالمرض لازم يتشخص. يتشخص منبلش بفحص صوتي للقلب اللي هو الإيكوغرافي للقلب، بس هيدا الشيء منه كافي، بحاجة نكمل الفحوصات تنعمل ميل للقلب. الميل هون منه الميل العادي اللي منعرفه تبع ميل القلب، هو ميل لشريين الرواية، وهيدا فحص كتير دقيق بيعطي التشخيص بشكل قاطع، وبيخلينا ننتقل لتاني مرحلة، هي مرحلة العلاج. بالعلاج لهيدا المرض بآخر 10 سنين صار في عنا معلومات كتير مهمة وتطور كتير ملحوظ. في عنا 3 أدوية من 3 عيال مختلفة بنقدر نعطيهم للشخص المصاب بهيدا المرض. هالأدوية كتير فعالة، بتسمح له للمريض يرجع لحياته الطبيعية ويقدر يكفي حياته ويبعد الخطر الوفاة عنه.